اهلا وسهلا مشاهدي الفضائيه الاراميه وحلقه جديده من برنامج اضواء على العراق هذا اليوم الخميس الرابع من تشرين اول 2012 برنامجنا مباشر مشاهدينا الكرام بامكانكم بعد قليل ان تتصلون وان تشاركون في محور حلقه هذا المساء اللي راح يتناول قضيه الثقافه نتحدث عن الثقافه في العراق نتحدث عن الثقافة في المهجر وأيضا نطل على نتاجات ضيفنا العزيز لهذا المساء تفضل نشد أعزائي المشاهدين مرحبا بكم البوستر الأول من مدينته الغافية على أغنية لحسين نعمة ولد طائر الأدب وكانت عائلته تعجن الطحين مع الحروف فتطعم أبنائها قوتا ووعيا في الثالث عشر من عمره أثار حفيظة مدرس الإنشاء أثر دخوله معترك القصة بخيال استثنائي جميل فكتب أول محاولة بريئة في دفتره المدرسي ظلت محفوظة متحف العائلة سبعة عاما في بداية نضجه شاكس السلطة والتمعت في عينه ظلمها فب... فبدا الفكر اليساري يعانق جسده جسده الملتهب بالاسئله والتمرد فبدات اول رحله في سجله الرسمي سميت بسفر المطارده والتحدي البوستر الثاني عام 1979 غادر العراق مشيا فوق صحراء مكهربه ليصل مخابئ الكويت في الحولي عبر جمال السعودية العطشة في الكويت غلف اسمه بحروف مزيفة مكنته من اختراق صحف ومجلات كالعامل والطليعة والوطن والسياسة فيما كان قلمه يخربش على ضفاف الطليعة الأدبية عمودا ساخرا باسم أبو الفوز ليخطف هذا اللقب اسم أبيه ويمحي علي هداد من الشهرة الصحافية البوستر الثالث لم يستطع طائر الجراح أن يبني عشا في الكويت فهجرها سرا إلى اليمن ومنها إلى كردستان ليلتحق فيها كمناضل بحركة الكفاح المسلح وهناك ظل يخربش على حيطان الذاكره والماضي الحزين اوراقا مكظومه حتى العام 1988. من جبال كردستان بدات رحله رحله عذاب انبوبيه نحو الشتات والمنافي فحل ضيفا مشاكسا مجنونا في سجون استونيا. فمثل فمثل امام محاكمها وهو يدافع عن 98 سجينا عراقيا لينتهي به المطاف في حدائق فنلندا زوجا مطيعا يمتلك بيتا دافئا تشغله تشغله زوجه كريمه وبنتا اكتشفها في روايته الاخيره اتعبته بأسئلته الدكية باسئلتها الذكيه باسئلتها الذكيه كلما زاد حجم كرشه أو أهمل ذكرى يوم ميلادها مشهد أخير أول عزف سيمفوني له كان باسم عراقيون ليعلن بعدها عن ولادة قيصرية لمجموعته طائر الدهشة عام 2004 ما لبث أن شارك زملاء آخرون عام 97 في صياغة نوتات انشودة الوطن والمنفى واخيرا ظل طائر الفينيق يوسف ابو الفوز رشيقا انيقا يحكي للتاريخ عبر مجموعته تحت سماء القطب ليروي لنا عن مجموعة عن مجموعة الاسئلة الكثيرة او اطفال الانفال لا يهم لا تهم التسمية طالما انها شهادة حق في زمن بديء. رشح لجائزة البوكر عن الرواية العربية. لكن كوابيس هلسنكي أقلقته فكتب فيها وجعا وأمل ودما وأمنيات وبوحا إيروسي جعلته يعبر الأطلسي ليستقر أمامنا ضيفا أنيقا ومحاورا ودودا فتعالوا معنا لنسلط الأضواء سوية على حدقات عيونه, عيونه المهربة إنه يوسف أبو الفوز فأهلا وسهلا استاذ يوسف الفوز شكرا شكرا عزيزي شكرا جزيلا تفضل شكراً يوسف شكرا انا يعني شكرا لهذا التقديم الجميل شكرا لهذا الاحتفال الطيب انا جدا سعيد بوجودي معاكم سعيد جدا بلقاء مشاهدين الاراميه اتمنى ان يكون هذا الحوار الجميل يقدم او يسلط بعض الضوء على كثير من الاسئله اللي تدور في بالكم وبالنا شكرا لكم شكرا يوسف من من برنامجنا ومن هذا المنبر بالحقيقه وفرنا جسر للتواصل مع ابناء جاليتنا العزيزه. هذا البرنامج يغطي الولايات المتحده وكندا. هاتان الدولتان صارت تحمل اعداد من العراقيين باعداد دول يعني اليوم انت لما تحكي عن الجاليه العراقيه في امريكا والجاليه العراقيه في كندا انت تحكي اكو دول عندنا بالعالم نفوسها حتى اقل من اعداد الجاليات احنا نحكي عن اوطان اخرى يعني عراق جديد يتكون فمن خلال هذا البرنامج نتواصل احنا مع مشاهدي هذا الاضواء البرن... على العراق ويهمنا مو فقط ان نوصل الخبر او ان نناقش الخبر يهمنا ايضا ان نتواصل بالثقافه بالعلوم بالاداب بالفنون لان جزء مكمل لهويه الانسان اينما كان هو ثقافته وهذا هو اللي راح يميز تحكي انت عن العراقي وتحكي عن الصيني وتحكي عن الايراني وتحكي عن التركي اليوم بوجودك معانا وانت لم تكن الا فتره قصيره كنت في زياره للوطن اتصور كانت في ايار او في حزيران أيار في حزيران ايار وحزيران وكان لك فرصه ان انت تزور كردستان نعم وبنفس الوقت فرصه ان تزور بغداد وفرصه ان تزور مدينتك وربما كانت المره الاولى اللي زوجتك شادمان أه تزور السماوه هاي المره الثانيه هاي المره الثانيه طيب أه يا ريت لو اطلاله أه يوسف على المشهد الثقافي العراقي وتداعيات التغيير تداعيات الحقبه اللي سبقت التغيير وماذا يحمل هذا المشهد اليوم وبالحقيقه ليس من السهوله الاحاطه بجواب هكذا سؤال شامل ولكن لا نختلف بانه المشهد الثقافي العراقي هو يرتبط ارتباط وثيق بالمشهد السياسي المعاش وبحكم كون المشهد السياسي يعاني من إشكالات كثيرة وإحباطات متعددة، فالنتيجة تكون إنه المشهد الثقافي بالتأكيد هو مرتبك جداً ولا سيما إنه السلطة السياسية الحالية للأسف لا تعير اهتماما للمثقفين المثقف مهمش خارج إطار. الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة السلطة بالنسبة للفئات الحاكمة هي وكانما غنيمة والمراد من المثقف ان يكون مجرد بوق تابع طبال لهذه السلطة من هذا نرى التضييق على اتحاد الادباء بقوانين وبقرارات تعسفية التضييق على حرية التعبير مضايقه المثقفين آه آه هذا كله آه ينعكس على واقع المشهد العراقي اضافه الى آه الكثير من القرارات المعلنه وغير المعلنه اللي تحرم كثير من الفعاليات ذات طابع الثقافي، تحجج حجج آه العادات والتقاليد والدين واللي هي كلها تتجاوز آه وتتناقض حتى مع الدستور العراقي المقر. مهم. فللاسف آه ليس مفرح المشهد الثقافي العراقي ورغم ذلك المثقف العراقي يقاوم ويحاول ان يرسم صوره طيبه ويقدم انتاجه ومثل ما يقولون ينحت بالصخر ضمن هذا الواقع المعاش. آه العفو انا حقيقه خطر ببالي سؤال آه بين الفكر والسياسه اللي انت قطبين جسدك يمتد قطبين بيناتهم يعني جسدك يمتد بين القطبين الفكر كونك انت يوسف علي حداد نعم والسياسه كونك انت يوسف ابو الفوز لا. فما بين يوسف علي حداد ويوسف ابو الفوز ما بين الفكر والسياسه هناك صراع يعني قصدي هناك ازمه هل هذا الازمه اكو فيها مهزوم ومنتصر وهذا الصراع هل انت اكتشفته عبر هاي الروايه لانه يبدو انه انت لازم العصا من المنتصف يعني قصدي كونك الماني وكونك منتمي البيئه الشرقيه والان تعيش في بيئه متحضره صحيح يعني والفكر عندك والسياسه عاملين يعني قصدي ولدا هذا الكائن اللي هو يوسف ابو الفوز هل اكو مهزوم بالسياسه عندك الان في داخلك ضمن هالروايه او الفكر انتصار بشكل عام هو العلاقه اشكاليه جدا بين السياسي والمثقف وانا قلت المثقف العراقي دائما مطلوب من عنده على كل الازمنه اللي مرت ومن كل الحكومات وكل الاحزاب السياسيه مطلوب من عنده ان يكون مجرد تابع وبوق دعايه للسياسه على الصعيد الشخصي انا لجوئي الى العمل السياسي هو اجى من هذا الباب اجى كرد على تغييب دور المثقف في ان مسحه منحه مساحه من اجل المساهمه بالتغيير الاجتماعي ايضا ارتباطا بادراكي لكون المثقف هو ليس مهمته فقط تسليط الضوء على الواقع الاجتماعي ويجب أنما ان يساهم بتغيير هذا الواقع الاجتماعي، من هذا الباب من هذا الباب انا سعيت يعني الى محاوله التوازن ما بين مهمه السياسي ومهمه المثقف وانا أؤدي القضيه هي مرتبطه ايضا بحكم كوني ايضا انتمي الى تيار مثقف وتيار سياسي يدرك ويعي أهمية دور المثقف يحاول أن يعطي المساحة بعمله يحاول أن يعطي المساحة بالمساهمة أنا كان لي الشرف المساهمة مثلا في حركة الأنصار في سنة سنوات الثمانينات حتى سنة 88 من 82 88 كانوا المثقفين العراقيين وخيرة المثقفين العراقيين مساهمين فاعلين في الفعل السياسي من أجل تقويض نظام صدام حسين. انا اقصد الان قولي. انت هل تجد نفسك كسياسي في تحاول تقويض النظام او كمفكر تحاول تقويض النظام هي يعني الآن من هو الان يوسف الآن ابو الفوز لو يوسف علي حداد نحن احنا هي القضيه مو يعني انا مو قصدي بالاسم تحديدا لا نعم انا افهم أن انا بالنسبه لي كيوسف ابو الفوز ككاتب حينما اكتب الـ الـ شروط الكتابه تتطلب الموضوعيه بالعمل صحيح. هنا الجانب السياسي ربما يتراجع امام دور المثقف من اجل ان يكون موضوعي في الكتابه في العمل، انا لا اكتب بشروط ايديولوجيه ككاتب لا اكتب روايات حمراء او روايات خضراء، انا اكتب روايه عراقيه تنتمي الى الواقع العراقي، تنتمي الى مجرى النهر الثقافه العراقيه، اما كسياسي هذا شيء اخر، انا كسياسي انتمي الى تيار سياسي علماني يطالب بالعداله الاجتماعيه هنا تبقى مهمه الكاتب مثلي او السياسي مثلي ان يستطيع الموازنه ما بين هو سياسي وما بين هو ثقافي وهي قضيه ليست منتصر ومهزوم ليس بهذه المعادلة، بهذه المعادله و وانا اتمنى اتمنى ان اكون انجح في ايجاد معادله توازن نعم ما بين دور السياسي ودور المثقف ولا سيما انهما يسعون الى اهداف نبيله وطيبه من اجل واقع افضل نعم يوسف أنت من خلال انتمائك الثقافي إلى هذا المحيط المبدع وجودك بالغربة تحس أقوى أم انتمائك إلى الحركة الثقافية بالعراق هي أقوى هذا السؤال أسئلة بقصد ما هو دور المثقفين العراقيين اللي موجودين بالرغم من الصورة الكالحة اللي أدنى عن الاوضاع بالعراق من موقف السلطه، موقف الحركات اللي موجوده الان، عدم رعايتها للفنون والثقافه والاداب بصوره عامه. اين تغرد؟ اين اين تعتقد ان صوتك اكثر مسموع؟ هل هو مسموع بالعراق ام هو مسموع اكثر في غربتك في الدوله اللي انت تعيش بها؟ هناك مثل كردي جميل انا اتذكر يعني سمعته من فلاح كردي معناه يقول الحجر في مكانه الى ثقله برد لجيجي سنجينا برد لجيجي خواي سنجينا الحجر في مكانه ثقيل ترى النشأت يعرف كردي اعرف فبالتاكيد <applause> فال... حينما تنتزع الحجر من مكانه نعم يفقد بعض من ثقله من وزنه مه. وربما هذا ينطبق الى حد ما على الانسان بشكل عام وعلى المثقف ايضا أكيد. ولكن يبقى هنا هل يصح هذا المثل هذا آه ربما يصح على السياسي لان السياسي مطلوب ان يكون بين الجماهير بين الناس حتى يستطيع ان يكون طليعتهم يحركهم ينشط بيناتهم المثقف آه ليس المطلوب عنده بالتاكيد ان يجلس في برج العاجي يكون بعيد عن الجماهير ولكن المثقف ممكن ان يقول كلمته سواء كان داخل السجن او كان سان في المهجر في الغربه او بالمنفى او كان عايش في قلب في لان الكلمه الصادقه الكلمه المعبره اللي تحمل اسئله اللي تحرك الجماهير ممكن توصل الى الناس وهكذا احنا مثلا لم نلتقي ببوشكين اللي عاش في عصور قبلنا ولكن قصائده تركت تاثير كبير على تربيتنا لم نلتقي بالمنفلوطي ولم التقي ب... ب... بكثير من المثقفين اللي در... تلمذت على كتاباتهم مهم. فالكلمه تملك قوه تملك طاقه بغض النظر من هنا استطيع القول انه المثقف بامكانه ان يقوم بدوره بغض النظر عن كونه داخل الوطن او خارج الوطن اذا والقضيه مشروطه اذا كان مثقف ينتمي للواقع الاجتماعي يسعى الى تغييره آه، يحاول ان يقدم اضافات للواقع الثقافي المعاش وهسه على سبيل المثال الان بسبب هاي الاوضاع من زمن صدام حسين وسبب عدم زوال الاسباب اللي اضطرت الالاف والمئات من المثقفين ان يغادرون ان يطلعون ما يطلعون لا يزال خيره مثقفين عراق هم عايشين خارج العراق ولهم تاثير فاعل وحتى يومي على الساحه الثقافيه العراقيه وانا اتمنى شخصيا انا ومثل كثير من زملائي اتمنى ان توفر الظروف وان نرجع الى وطننا حتى نستطيع ان نكون اكثر فعاليه حتى يكون وزننا هل في مكانه هل يختلف المشهد في كردستان عن باقي مناطق العراق يوسف يختلف كثيرا بيش بيش يختلف بحجم الحريه الممنوحه يعني في كردستان انا يعني لي الشرف انه لي كثير من الصداقات والعلاقات مع اخوان مثقفين من ابناء شعبنا الكردي وانا كنت في زياره في الشهر الخامس شاركت حتى بعده مؤتمرات واستضافوني باكثر من مكان آه المثقف الـ الـ بالتاكيد هو احنا بشكل عام يجب ان لا نكون نرسم صوره يعني ورديه مه. هناك اكو انتهاكات للحريات الثقافيه في كل مكان من كردستان الى الفاو مه. ولكن القضيه نسبيه مه. يعني حجم الشروط التابوات الموجوده في جنوب العراق تختلف عن حجم التابوات الموجوده في, في كردستان الأقل المثقف الكردي او في منطقه كردستان عفوا يعني لانه كردستان بها مثقفين عرب واشوريين وسريان واكراد المثقفين في كردستان آه على الاقل محصلين كثير من حقوقهم مهم. على كثير على الاقل عندهم نقابات لها تاثير على السلطه السياسيه نعم. حينما يحصل انتهاك او تجاوز وهذا انا لمست لمس اليد بالمباشره ولكن احنا نشوف في بغداد آه مقر اتحاد الادباء يداهم من قبل سلطه الحكومه زين وتحت حجج واهيه بعد, بعد اكو انكى من هذا بالنسبه لاتحاد الادباء هذا ال... هاي المؤسسه العريقه اللي خرجت الاف من خيره اعلام الثقافه العراقيه تسعى محافظه بغداد الى ايجاد بديل لها نعم. تابع الى محافظه بغداد يعني نفس العقليه اللي كانت موجوده بالزمان كان اكو اتحاد الطلبة العام راحوا سووا. الاتحاد الوطني. كان اكو رابطة المرأة راحوا سووا. اتحاد, اتحاد, اتحاد نساء العراق، نفس الشيء ويا النقابات ويا هاي للأسف. يعني, يعني أنا حقيقة هو هذا جرني سؤال خليني شوية أسأل الأستاذ يوسف. الثقافة العراقية الآن أو بالأحرى ما تسمى بالتحول الديمقراطي، يعني السؤال هو ثقافي وسياسي، وأنت تملك الحالتين، يعني أدوات الجواب عندك بكل الحالتين. يعني هل هاي الثقافه العراقيه او التاثير أو, او, اسلمت المجتمع ما هو تأثير على العقل العراقي او بلغة ثانية هل ان التربة العراقية غير صالحة لبناء مجتمع الماني يعني آه هذا الـ الـ أريد اعرف هل هو آه الخلل في التربة في العقل في الانسان لبناء مجتمع الماني اي مو الشكل هذا هو يعني اسئلتك احيانا تتداخل بها عدة محاور مع بعض يعني احنا نعرف كل الزين وهاي قالوها الفلاسفه انه دائما الفكر السائد في المجتمع هو يكون فكر الطبقه المسيطره. <applause> الان هو هذا مثل ما يقولون زمن الاسلام السياسي في كل منطقه ولذلك شبه تاثيراتهم على سن القوانين، على تنفيذها، على تفسيرها يعني الدستور العراقي الان بكل ملاحظات عليه الاخوان بالاحزاب الاسلام السياسي حاولوا يفسروه وفق مصالحهم. زين مصالح. بما فيها ايجاد ثغرات او ايجاد زوايا لخرقه ضد ما هو مكتوب وهذا واضح في كثير عدم الاعتراف حتى بقرارات المحاكم في كثير من او او محاوله تسييس المحاكم او تاسيس القضاء قصدي تاسيس القضاء لمصالحهم فهي بهذا بهذا الشكل انه الطبقات المتنفذه او الفئات المتنفذه تحاول دائما سير الامور لصالحها المجتمع العراقي مثل اي مجتمع جاهز لنمو بذور الخير والمجتمع العراقي هو علماني بالفطرة أنا كل عمري ما في يوم انتبهت إلى أن أصدقائي هم مصابة أو مسيحيين أو مسلمين ما كان عندنا هم السؤال الطائفي هو السؤال الأول في علاقاتنا الاجتماعية أو في علاقاتنا السياسية وحتى في العلاقات الاجتماعية العراقية علاقات الزيجة بين المجتمع, بين المجتمع العراقي ما كانت موجودة هذه الأسئلة مطروحة الآن بسبب من من طغيان هذا الفكر الطائفي اللي اللي عليه تنصبت وانبنت الدوله العراقيه الحاليه <applause> هذا بدا يترك تاثيره بحيث تظهر هكذا افكار وكانما المجتمع العراقي غير صالح لان يكون دوله علمانيه وهو وهو, وهو ما هي العلمانيه، العلمانيه للاسف وانا شخصيا كتبت مره عنها للاسف وعن سبق الاصرار تحاول بعض آه تيارات الاسلام السياسي تشويهها تشويها وتفكر وصورة كانما هو الكفر والالحاد بينما العلمانيه هو ببساطه فصل الدين عن الدوله باختصار <applause> وهذا شديد. بالمناسبه يوسف وفي اكثر من مره في هذا البرنامج ودائما اوجه كلامي الى ابناء الجاليه العراقيه اللي موجوده في هذا البلد او اللي موجوده في كندا واللي هي تتنعم بالنظام العلماني اللي موجود في هاي الدول نعم. يعني هم لما هاجروا ما اختاروا ايران نعم. ولا اختاروا الباكستان ولا اختاروا الصومال اختاروا ان يجون الى امريكا والى كندا والهم كامل الحقوق مثل غيرهم في هذه البلاد يستفادون من هاي القوانين يفتحوا لهم مؤسسه دينيه يفتحوا لهم كنيسه جامع حسينيه الى اخره لكن لما انت تجي وتواجههم بالحقيقه وحتى في ضمن نقاشات تقول لهم ليش انتم توقفون ضد ان يكون نظام علماني بالعراق؟ الحجه موجوده اغلبيه العراق هم اسلام، طيب اغلبيه امريكا مسيحيين. نعم ليش ما تطالبون بنظام ديني اذا بامريكا؟ لا خلينا احنا على النظام العلماني، يعني من يمك غفور رحيم ومن يمك شديد العقاب قضيه مصالح سياسيه اكثر من كونها لا مصالح لا بس هذول الناس شنو مصالحهم السياسيه هو توظيف لا توظيف الدين لاغراض مصالح يعني انت تصور انت الان اذا ناخذ عفوا قبل المقاطعه يعني اذا تاخذ انت هسه الاخوان اللي يمارسون العمل السياسي تحت يافطه اليسار السياسي مه. سنه او شيعة مه. شوفهم كم حزب كل واحد منهم يكفر الاخر ويفسر الاسلام والطائفه بالشكل اللي يناسب مصالح جماعته وكانما هي شركات سياسية أكثر وتوظف الدين لمصالحها أكثر لا أقل وهكذا شوف أنت الشيائي البيت الشيعي البيت الشيعي أجنحة أه وتيارات تتنافس هل تتنافس من أجل الدين؟ لا وإنما تتنافس من أجل مصالح مصالح اقتصادية مصالح سياسية من أجل الكعكة الصق.. على تقسيم الكعكة رحم الله والديك <تصفيق> 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 نشأت كان عندك شيء يوسف لا أنا حقيقة بس حبيت شوية أنتقل للموضوع الكتاب الـ <applause> الـ السيرة الذاتية جنس قديم لكنه أخذ تخصصه بالأدب العربي حديث يعني بالقرن القرن ال 19 وال 20 وبدايته كانت الأيام طه حسين وعباس محمد العقاد بدأ بالمنطقة المصرية والآن أخير واحد كان محمد شكري اللي هو بالخبز الحافي كان الخبز الحافي هي قفزه او تطور بالسيره الذاتيه لانه اباح او اخترق التابوات الثلاثه هو كان فعلا اخذ جائزه فرانكوية. انا اقصد هو هذا هل هو كتابه السيره الذاتيه باختراق التابوات الثلاثه المحرمه في التقاليد العربيه، هل هو يعني بوح او اكتشاف الآخر او هو عباره عن تحدي المجتمع يعني اذا, إذا الحديث عن كتاب كوابيس هلسنكي فهو ابدا لا يمت لنوع او فئه السيره الذاتيه هو ابدا ليس يعني من هذا النوع من الكتب كوابيس هلسنكي هو صحيح عباره عن مونولوج طويل على لسان بطل الروايه اللي هو ايضا يعاني من حاله نفسيه ولكن انا حاولت من خلال هذا الاسلوب اللي انتم اطلعتوا عليه اثناء القراءه ان اقدم حقائق يواجهها مجتمعنا العراقي وايضا المجتمع الاوروبي بحكم كون بطل الروايه يعيش في بلد اوروبي اللي هو فنلندا من خلال فكره فانتازيه نثرت عليها كثير من الوقائع وبالتاكيد الكاتب اي كاتب يستفيد من من تجربته الشخصيه وتجربه التجارب الاخرين ويحاول ان يرسم صور او يقدم صوره بورتريه لبطله لشخصياته ف وان تحدثت بضمير المتكلم فهي ليست سيره ذاتيه، هي سيره هي سيره للتطرف السياسي والديني اكثر من كونها سيره ذاتيه للكاتب. لا انا انا ما قصد انا اعرف انا انا تعمدت احكي بهذا الموضوع حتى توضح للمشاهد انه هذه مو تتعلق بك انا هذا رقم واحد انا اعرف مو يعني ما تخصك بس انا الجزء اللي قصدته انه هذا الاختراق التابو الجنسي وهذا هذا قصد يعني هذا شكل جديد بالقصه الروايه العراقيه هذا نقطتي نعم أيوه يعني قصدي احنا مثلا بالادب العراقي بالروايات العراقيه نادر ما تشوف هذا الكشف يعني المباشر واللي هو هذا جراه جميله يعني قصدي، هل هو هذا يعني تحدي للتابو او هو يعني بوح او هو تكتشف او هو اعلان سر؟ يعني هاي النقطه بيها انا، هذا سؤالي. يعني الجراه بالكتابه هذا. انا اعتقد كل كاتب يعني يجب ان تكون عنده ثوابت في عمله تدفعه لـ 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 لتسليط الضوء على او تقديم افكاره. بجرأة معينة أنا أحاول ولا أدعي النجاح بهذا ولكن أحاول بكسر هاي التابوات سواء كان التابو الديني أو التابو السياسي أو التابو الجنسي وأنا أعتقد لأنه أنا أكتب عن حياة والحياة بها كل هذه المفردات أنا موضوعة الرواية موضوعة التطرف الديني والسياسي حاولت قدر الإمكان أن أدين هذه الافكار المتطرفه من خلال شخصيات الروايه اللي تحدثت عن افكارها سواء كانت هذه الشخصيات سلبيه او ايجابيه يعني بطل الروايه اللي يعارض التطرف الديني وايضا شخصيه اخرى بالروايه تعارض التطرف السياسي يجتمعون مع بعض من اجل تقديم رساله تحاول هذه الرساله ان توصل للقارئ بكون حياتنا تكون في خطر اذا عاشوا هذول واصلوا هؤلاء الناس الحياه فيما بيننا فهي محاوله من اجل كسر هذه التابوات هل ترى نجح الكتاب في هذا الجانب او لا هذا اللي راح نحكي عنه بعد ان ناخذ وقفه قصيره مع الاعلان ونعود لكم مشاهدينا الكرام لحظات ونعود لنكمل هذا اللقاء الشيق مع ضيفنا العزيز يوسف هداد يوسف ابو الفوز ابقوا ويانا رجاء العمل جبار الخدمه عظيمه والرب يستخدم سواعد تسند العمل فكن يدا يستخدمها الرب في هذا الحقل عودة لكم مشاهدينا الكرام ونحن نكمل هذا البرنامج مع ضيفنا العزيز يوسف هداد يوسف أبو الفوز برنامجنا مباشر بإمكان الأخوات والأخوة الاتصال لإما السؤال أو للتعليق حول مادة حلقة هذا المساء هناك تعبير دائما مشاع في كلامنا يقول إذا خليت قلبت آه، هذا الكلام أقوله بالرغم من كل إشكالات المشهد العراقي بالرغم من هذا الانحطاط الكبير اللي نسمع عنه الانحطاط الثقافي، الانحطاط بالعلاقات وفي بعض الأحيان نسمع قصص نعتبرها غريبة جدا على المفهوم أو على الشخصية العراقية هناك من يريد ان يزرع اليأس عندنا، هناك من يريد ان ينهي علاقة العراقيين اللي موجودين بره. ان ينهي علاقتهم وينهي تأثيرهم على العراقيين اللي موجودين بالعراق. هناك هناك من يسعى إلى تحجيم الثقافة والمثقفين وكأنه التاريخ يبدأ وللأسف يعني يبدأ الآن لكن هناك من هم أمينين على الثقافة العراقية وعلى الضد من أحلام أصحاب العقول السوداء هناك جيل من الشباب يرفض هذه العقليات المغلقة <applause> ويريد أن ينطلق للعالم في البرامج السابقة تحدثنا عن مجموعة من الشباب في بغداد على الأقل أه طرحت مشروع جميل مشروع بامل مشروع بروح سمته انا عراقي انا اقرا وكانها وضعت يدها على العصب كانها علمت لماذا ينحدر العراق نحو هذا المستوى يمكن بسبب انعدام او ضعف الثقافه هذه المجموعة طرحت شعار جميل جدا أنا عراقي أنا أقرأ طالما أنا عراقي وأفتخر بعراقيتي إذا يجب أن أقرأ أكو عندنا بعض الفيديوهات يسعدني أنا أشارك مشاهدي الفضائية العرامية ببعض هذه الفيديوهات حتى نشوف هاي الحركة نشوف هؤلاء الشباب ونشوف كيف هذول الناس مثل ما قال ضيفنا العزيز يوسف ينحتون في الصخر خلونا نشاهد هذا المقطع ونعود لكم لنكمل حديثنا مع ضيفنا العزيز مشاهدينا الكرام جماعات تقرا الكتاب تتبادل بالنقاشات اخرون يتصفحون عناوين الكتب هكذا بدا المحتشدون على حدائق ابو نواس في قراءه جماعيه هي الاولى من نوعها في العراق انطلقت بمبادره تطوعيه لمجموعه من الشباب ليقولوا انا عراقي انا اقرا شارك فيها الشباب والكبار والصغار هي فكرة مثقفون وإعلام عراقيون طمحوا لنشر هذه المعرفة في العراق نحن تمويلنا لم نتلقى تمويل بالحقيقة من أي جهة سياسية أو أي حزب أو أي كتلة سياسية أو أي مؤسسة رسمية في الحقيقة كانت الفكرة هي يعني أن نفتح باب التبرعات في الكتب على جانب الفعاليه الكرنفاليه للاحتفاء بالكتاب واستعادته في الحياه العراقيه مجددا عرض تشكيليون رسوما حره للوحاتهم معرض فوتوغرافي يوقف المشهد على مناظر بغداديه واشعار يقرا ويسمع بشكل حر. فمن يزخرف هذا الصبح بالغيم والانكسارات في قلبي ستتركه ابا يطير اسرابا من اليتم طبعا الحاضرون أمنياتهم على الجدار الحر لأنا عراقي أنا أقرأ أمنيات تتطلع إلى جعل هذه المبادرة سنوية آخرون تمنوا أن تعمم التجربة على مناطق العراق الأخرى إحنا بدنا نستمتع بهذه الأجواء ودا يعني تعبر عن هاي القضية اللي إحنا غافلين عنها هي قضية الكتاب لأن مجتمعنا ما أكد يعني الأغلبية ما يهتمون لهذا الموضوع تجربة رائعة جدا خصوصا أن العراق محتاج إلى حركة ثقافية قوية لينهض من جديد اه جميل أنه بهاي التجربة هناك فنون ورسم وعزف موسيقي بس الحلو أنه أكو شباب وبنات عراقيين وعوائل عراقية بدون أي توجيهات من أي أحد وعلى مناضد الكتب توزع نحو ثلاثه الاف كتاب تم التبرع به للمبادره التطوعيه هذه كتب اخرى على المنصات والعشب ومظلات للقارئين وسط حضور امني لتوفير الحمايه ليختتم الحفل اخيرا بعرض ادرامي وقد قدم الشاعر مظفر النواب دعمه للمبادره ونقل شاعر ادونيس عبر قصيده شعر احتفاءه بمبادري انا اقرا من صانعي الجمال والسلام بالكتاب وعبره. قراءه عفويه للكتاب اراد عبرها الشباب ان يقولوا بغداد تقرا في هذه الحشود الكبيره التي حضرت اليوم على حدائق متنزه شارع ابو نواس صابن كاظم الحره بغداد نعم مشاهدينا الكرام كان هذا الكرنفال يوم الاحد الماضي مجموعه الشباب راحت جمعت كتب من الناس واجت وفرشتها على الحدائق ودعت الناس ان تجي ما لا يقل عن 3000 شخص عوائل وشباب واطفال اجوا قروا الكتب قسم منهم اخذوها بلاش بدون اي التزام لكن هناك امل يحدوهم بان يكون طريق خلاص هذا العراق وطريق وصوله الى بر الامان هو عبر جيل مثقف، جيل يعي هويته الوطنيه، هويته العراقيه. تفضل نشد. طبعا اعزائي المشاهدين احب اذكركم مره اخرى الـ الـ البرنامج مفتوح على الهواء ونحن باستقبال اي طرح او اي سؤال سواء للضيف سواء للبرنامج. ومرة أخرى نرحب ضيفنا الأستاذ يوسف أبو الفوز بالتأكيد مثل ما تعرفون يوسف أبو الفوز رحالة انتقل من بلد إلى بلد والآن يعيش في بلد أوروبي وعنده معايشة حول هاي لغة المنفى ولغة الغربة والمهجر من هذا الجو احب اسال استاذ يوسف الثقافه المهجريه في بالتاكيد في فنلندا البلد اللي إيش إيش إنت وفي الغربه بشكل عام واندماج المجتمع الشرقي والعراقي خصوصا في هذا النسيج وكيف تنظر الى انا قلت قبل قليل الاخ نشات يطرح اسئله بها عده جوانب يعني يعني الجاليات العراقية اللي غادرت وطننا العراق ويعني كانت هجرات متتالية كانت هناك هجرات تحت تأثير ظروف النظام الدكتاتوري وهذا كان طابع سياسي وكانت هجرات ممكن نقول ذات طابع اجتماعي واقتصادي اللي عقبت الحصار الاقتصادي ومن ثم الهجرات الاخيرة اللي صارت بسبب ال الـ الاحداث الطائفية ف هذه الهجرات تميزها عن بعضها أه حملت معاها ايضا أه بعض ربما الملامح الخاصه بها الهجرات الاولى بسبب انه كان نظام دكتاتوري عاد المثقفين والسياسيين الليبراليين الديمقراطيين اليساريين شهدت أه هجره كبيره لمثقفين العراق اللي سكنوا أه في مختلف بلدان العالم ما تبعها من هجرات حوت كثير من الناس المتعلمين التكنقراط و... والمهم حصيله انه المنفى او المهجر العراقي كان في عدد غير قليل من المثقفين او من المتعاملين مع الثقافه. نعم. سعت كثير من ال... من ال... من ال... الجمعيات الثقافيه اللي تاسست الى لمشتات المثقفين من اجل القيام بنشاطات ثقافيه متميزه في زمن النظام صدام حسين كانت النشاطات تصب اتجاه دعم نضال الشعب العراقي من خلاص من دكتاتورية وأيضا دعم المنتوج الثقافي العراقي بالسنوات الأخيرة بدأت تتغير صفة هذه النشاطات من أجل دعم المسيرة الديمقراطية داخل العراق وللأسف ما يميز نشاط المثقفين العراقيين بكل هذه السنوات هو تشتت في عملهم عدم وجود الإطار التنظيمي اللي يلمهم وحتى أن وجد إطار تنظيمي في بلد معين على سبيل المثال في السويد هناك أطر ثقافية لجمع شتات المثقفين عذرا أنا مصاب اليوم بالزكام فعذرا أخواني المشاهدين ف... آه، هذه الـ 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 الجمعيات ان كانت موجوده فهي موجوده اشبه بجزر متباعده عن بعضها البعض مثلا هناك في هولندا في السويد ربما في كندا وعندكم في امريكا ولكن لا يوجد فد اطر تنسيقيه فيما بينها وللاسف هذا يخلي آه، عدم وضوح في هذا الجهد وهذا يخلي انه جهد المثقف بشكل عام يكون جهد وطابع فردي للاسف يعني احنا حكينا عن الازمه السياسيه بالعراق هذا ينعكس على النشاط الثقافي اللي يخلي انه مؤسسات ثقافيه العراقيه مثل وزاره الثقافه، اتحاد الادباء يجب ان يتحملون مسؤوليتهم. احنا لحد الان بالعراق ما عندنا مجلس ثقافه وطني حتى يستطيع ان يقوم بنشاطه بالاهتمام بالمثقفين العراقيين بالعايشين بالمهجر او وزاره الثقافه ان تعمل على توفير المستلزمات اللي تساعد يشجع العراق المثقفين العراقيين للعوده للعراق ف فال... يبقى هنا أنا المثقف العراقي اللي موجود بدول المهجر يبقى هنا أنا بحكم عدم فعاليه الاطر اللي يشتغل بها يبقى يعتمد على المجهود الفردي من اجل الاندماج والعمل وال... في ساحته من اجل تقديم شيء طيب عن الثقافه العراقيه او عن قضيه العراق طيب انت وضعت ايدك على شغلتين مهمه بتصوري اولا قلت التشتت اللي موجود عند المثقفين يعني ووجودهم في دول كثيره يعني في في اواخر السبعينيات آه معظم المثقفين العراقيين توجهوا اما لليمن او توجهوا الى لبنان بعدين بلشوا يطلعون الى دول اوروبا او امريكا الى حد ما الان هم موجودين في كل اقاصي العالم هذا واحد طبيعه الجاليات تبدلت إذا كان سابقا الطابع السياسي هو اكثر اللي غالب على الجاليات العراقيه برا، اليوم الطبيعه اصبحت طبيعه مشابهه لما موجود بالعراق. هناك جاليات لها توجه قومي، هناك جاليات لها توجه طائفي. وموقف النظام البائد من هذه الجاليات ومن الحركه الثقافيه داخل هذه الجاليات لم يتبناها. النظام الجديد اللي صار بعد 2003 نحى نفس المنحة وأيضا أهمل الجاليات الموجودة بدليل على الأقل لو نتحدث عن الولايات المتحدة هناك ملحقية ثقافية بالسفارة وربما أكو ملحقيات ثقافية بالسفارات الأخرى إن كانت وزارة الثقافة العراقية عاطلة إن كانت إمكانيات اتحاد الأدباء محدودة إن كانت إمكانيات مؤسسة السينما والمسرح العراقية محدودة طيب اكعدكم انتم الحقيقه الثقافيه في هذا البلد شنو علاقتها بالمثقفين؟ شنو علاقتها بالحركه الثقافيه بالجاليات؟ هناك لكن من ثقب ابره هناك وهناك نشاطات يعني الى حد ما من هنا او هناك هل هي وفق توجيهات معينه؟ هذا الشيء اللي يخلي يأس عند المثقف اللي موجود برا ماكو عنده رعاية اشتغل بالعراق عشرين ثلاثين سنة إن كان شاعر أو إن كان أديب أو إن كان وبالتالي <applause> على فراش المرض رحمة على هاي الدول اللي على الأقل تطيله راتب وتحترمه وتقدر توديه للمستشفى وتجيبه أما شنو موقف الوطن شنو موقف الدولة شنو موقف النظام هيله هسه يطلع لي واحد من الملحقيات الثقافية اللي موجودة بالسفارات العراقية ويقول أسماء المثقفين اللي موجودين في هذا البلد ناظم نعيم نعم. هذه الشخصية العملاقة التي تركت بصماتها على الأغنية العراقية منذ الخمسينيات إلى السبعينيات نعم. من من هؤلاء المسؤولين زاره في البيت وهو مريض لكنه الكل يستمتع بالأغاني اللي لحنها ناظم نعيم نعم بس هسه لما ناظم نعيم يحتاج واحد يروح له ويقدره وذات الشيء حتى طالب القرغلي وغيره من دول الفنانين والمبدعين اللي ماتوا واللي راحوا واللي انتهوا واللي اصبحوا ارقام تفضل هي القضية ترتبط بما ذكرناه قبل قليل يعني نظرة السلطة الحاكمة الحالية او الى المثقف والمثقفين. الثقافه بالنسبه لها شيء يعني بطر او شيء تكميلي، مو شيء اساسي، وانت لذلك شوف هسه لما يصير الصراع على توزيع المناصب الحقائب الوزاريه ما حد المشا... يريد دحق... ما حد يريد حقيبه الثقافه، واحد يعني. الوزراء مو قال شنو منطيني هاي الوزاره الكذا وسماها فالتسميه يعني اخجل ان اقولها لانه راضي ينط وزاره الثقافه لانه مو بينما في الدول المتقدمه الدول الاوروبيه يصير صراع بالعكس على الحصول على وزاره الثقافه لان هي تهتم ببناء الانسان اللي هم عندهم ضمن قوانينهم ضمن تقاليدهم اهم من بناء شيء لا يمكن بناء دوله بدون ان تبني الانسان اللي هو يستطيع ان يبني المستقبل من هذا الاطار لذلك السفارات العراقيه لانه هي الدولة العراقية اساسا هي هامله المثقف والمثقفين، فالامور مترابطة يا صديقي كمال، لا تستغرب من هذا، وللاسف طبعا، م -م. للاسف جدا. أه اكو متصل، أه ابو الوليد تفضل على البث المباشر. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام اهلا وسهلا. تحياتي لك استاذ كمال والى الاخ نشات والى ضيفك العزيز رب ما اعرف اسمه. يوسف ابو <تصفيق> الفوز. <تصفيق> <تصفيق> يوسف شو <applause> اسمه؟ <applause> <تصفي يوسف, يوسف ابو الفوز اهلا وسهلا يوسف ابو الفوز تحياتي اليك اهلا وسهلا عيوني حياك الله والى كافه العاملين في التلفزيون الاراميه عزيزي انا عندي في السؤال الى الاخ ابو الفوز عيوني انت. حياك الله عزيزي احنا ليش دائما نكرس اقلامنا بس للسياسه ليش مثلا ما نلتجي الى امور مثلا نسخرها الى الغزل او قصص او مثلا الى الطبيعه الى الى اي شيء، ليش دائما يعني نحاول كتابتنا بس على السياسه. النقطه الثانيه عزيزي هسه احنا لو تجي الى الى القانون العراقي، القانون العراقي شي يقول لك؟ يقول لك الدين الاول هو الاسلام، ليش ما نقول حريه الاديان؟ ليش نقول مثلا الدين الاسلامي هو الدين الاول ليش ما نقول حريه الاديان ليش ما نبطي مثلا حريات ليش دائما متوقعين يعني بالسياسه بالسياسه يعني يعني حالتنا شو تحولت الى سياسه هسه مثلا تجي هاي التفجيرات والله العظيم هاي التفجيرات لما انت تشوفها حتى الدين اساسا هم كرهنا الدين نفسيته تجي لهم قال لك والله انا من الدولة الاسلامية وذاك من القاعدة صور واحد يقتل له 150 شخص ب 50 دولار يعني يعني احنا كتابنا كتابنا ليش ما نلتجي يعني ما نسخرها دائما للسياسة للسياسة وتحياتي لكم شكرا لك عزيزي ابو الوليد شكرا يوسف نعم ابو الوليد لك وجه للسؤال نعم انا اولا شكرا لاتصالك شكرا للسؤال وانت يعني ضمنا حبيبي ابو جاوبت على سؤالك انا بالنسبه لي شخصيا انا اكتب قصه وانا كتبت الكثير من القصه قصص والروايات اللي تنادي بحياه سعيده تنادي بالعداله الاجتماعيه للناس ويعني اتمنى توفر لك الفرصه للاطلاع على القصص والكثير من اذا تابعت برنامجنا من البدايه حكينا عن علاقه السياسي بالمثقف وقلنا انه السياسي يريد دائما المثقف ان يكون تابع عليه ولكن المثقف يحاول ان يساهم بتغيير الحياه مثل ما احنا كلنا نطمح الى ان تكون حياتنا بعيده عن الخوض بالسياسه بين قوسين ورغم بالمناسبه ابو الوليد انت حتى اذا تقرا قصيده غزل ترى هي هم سياسه انت اذا تريد تستميل قلب بنيه شابه ها او تستميل قلب ام الوليد هي هم سياسه ترى لا ولكن كتابنا كتابنا لما انت جبت مثال جميل هو الدستور والخلل الموجود بالدستور العراقي هنا المثقف العراقي من مسؤوليته ان يشير الى هذا الخطا يشير الى انه ضروره ان توجد حريات عامه للاديان من وجد هناك يعني نحن نناضل من اجل دوله مدنيه بحريه كل الاديان ولذلك احنا نواصل الكتابه من اجل هذا الحق من اجل الدستور العراقي يضمن حريه كل الاديان ولا يفرض ان دين على دين اخر. من هذا الباب المثقف العراقي يلقي نفسه مضطر ان يكتب بالسياسه حتى يوقف مدعين السياسه بالحديث بالسياسه. شكرا وانقل الميكروفون عزيز كمال شكرا شكرا احنا مو البالتوك <تصفح> نشات كان عندك شيء اليوسف آه لا بس يعني انا آه آه اذا أه ما عندك انا عندي يعني تقريبا لا باش. مو يعني سؤال بسيط عندي ما ادري ما اتمنى يصير المحاور هواي لانه يعني انا اسئلتي مضغوطه باعتبار الوقت مو بصالح فلهذا اكثف السؤال مالتي أه حتى المشاهد ياخذ مساحه اكبر من الاجوبه. أه قلنا حكينا العراق هذا التدهور الثقافي والتدهور السياسي ناتن، وانت تمتلك السلطتين الوضعين يعني كونك سياسي وكونك مثقف أه لو قدر لك ان ترجع او تستلم سلطه بسيطه بالعراق م م من اي مجال تبدي من السياسه لو من الثقافه وليش؟ يعني شلون يعني مثلا تبدي؟ نعم أه ابي محاوره وايد أه اتمنى ما ابي محاوره <applause> انا حينما اتاحت أه لي فرصه انا ازور العراق لاول مره من بعد ازور مدينه السماوه لاول مره من بعد 27 سنه في 2004 طلبوا من عندي الاخوان بالسماوه انا اقدم فد محاضره موضوع عني اختاره فاني اختاريت الحديث عن دور المثقف في اعاده بناء العراق انطلاقا من يعني اعتقد تتفقون معي انطلاقا من معادله بسيطه هو انه اعاده البنى التحتيه شوارع مستشفيات والكهرباء، أي تقدر شركة كل الشركات أي شركة تقدر تجيب تقدر راس مال وموجود النفط ويبنوها. مم. ولكن الانسان العراقي مم. اللي حطمته الحروب والنظام الدكتاتوري وهاي الحصار الاقتصادي الغير قادر على بناءه سوى المثقف العراقي بنشاطه باعاده بريق الثقافه العراقيه الى زمنها الحر بعيدا عن الولاءات القوميه والطائفيه، ثقافه انسانيه تستطيع ان تبني المواطن العراقي اللي ينتمي لهذا الوطن. من هذا الباب انا اعتقد يعني هنا يبرز دور المثقف ولو اتيحت لي فرصه بالتاكيد راح ابدي بمشروع الى علاقه ببناء الانسان العراقي من اجل ان يشعر بمواطنته بانتماءه الى وطنه قبل الانتماء الى اي شيء اخر. يوسف في كلامك تقول اعاده بناء البنى التحتيه هاي اي شركه تقدر تجي تسويها وتقدر تبني لك تسوي لك ابو ظبي ثانيه بغداد no. يعني بالفلوس اللي عندهم المهمه الاكبر هي مهمه اعاده بناء المواطن العراقي no. واللي انت شخصت تقول هذا هو دور المثقف no. هذا انت تعرفه نعم no. واكو هوايه ناس يعرفوه no. بس اللي اذا يحارب المثقف العراقي نعم no. هل ناتجه عن مشروع ام ناتج عن عدم درايه لا وهذا مقصود مقصود لانه مقصود لانه انت ال... بدليل انه هناك مشاريع إذن ل... ل... لتضليل إذن المواطن العراقي اذا ماذا يريدون من العراق؟ البقاء بهذا الوضع اللي عايشين عليه انه كل ما تصير انتخابات يعاد انتخاب نفس الاسماء ونفس القوائم ونفس ال... وانت تبدلت الاسماء حتى يبقون مسيطرين على الاستحواذ على الكعكه باختصار هو وان يكون يعني عندك انت شعب تجهيل تجهيل للشعب باستمرار بهذا يعني استغلال مشروع الدين يعني واستغلال هو هذا مساهم بدور الجوار مساهم بقوى كبرى من اجل ان يبقى العراق بهذا الوضع الغير منتج يبقى الوضع غير منتج بحيث ان يبقى العراق في يدور في هذه الدوامه ودوامه التجهيل من اجل ان تستمر قوه معينه في حكم العراق حتى تستطيع قوه اكبر ان تنفذ مشاريعها بالمنطقه سواء كانت دول جوار او قوة أو, قوة او دول عظمى <applause> آه يوسف ابو الفوز انت اولى كتاباتك كان يعني سيرتك الذاتيه تقول انت كنت في المتوسطه نعم بعدين من طلعت لم يكن يوسف ابو الفوز معروف كاديب او كمثقف يمكن كنت مناضل او مطارد سياسي او من القبيل بعدين اخذتك الغربه للكويت ولليمن وكردستان واوروبا الى ان وصلت اليوم. هل انت صناعه خارج العراق؟ وكيف مزج يوسف كما يقول عبد العزيز لازم ما بين الجحيم العراقي وثلوج هلسنكي؟ أنا صناعة عراقية بحتة والعراق هو السؤال الأول وهم الأول في كل كتاباتي أنا أول كتاباتي القصصية كان عمري 13 سنة مثل ما تفضل العزيز نشأت وذكر بأنه أستاذي باللغة العربية حينما طلب من عدنا واجب بيتي أن نكتب موضوع وأذكر كتب لنا عصبورة أحمد رجل طيب وقال تخيلوا الأحمد مشكلة وجدوا له حل المشكلة كل واحد يكتب صفحتين بالشكل اللي يعجبه استاذي بالاسبوع الاخر اكتشف انه انا كتبت قصه قصيره قصه م -م. قصيره تحوي كل مقومات القصه الفنيه وان كانت بلغتي الاوليه لغه ال... وانا كنت يعني انتمي لعائله عالم الكتب بها آه يعني آه متوفر, متوفر وتركت تاثيراتها عليها هاي القراءات الاولى ف لغتي كانت الى حد ما يعني اكبر من عمري فهاي <applause> هذه عفوا ده اسمح لي ارجع للصناعه العراقيه هذه كانت الخطوه الاولى اللي ثلاثة خطوات بالكتابه والادب ولكن انا الحقيقه وذكرت اكثر من مره انا كنت مشتت بين اكثر من نوع ادبي اكتب القصه واكتب الشعر واكتب المسرحيه ولكن في الكويت إنما آه يعني تركت غادرت العراق مضطرا مثل ما تفضل العزيز نشأت أيضا في مسيرة تصلح للكتابة آه هناك اكتشفت أهمية آه النثر والقصة بالذات فبديت أن أحترف أو ركز بالي آه على كتابة القصة وبدأ ينعرف يوسف والفوز كقاص أكثر من شيء أي شيء آخر طيب خليها الفكرة ببالك أكو متصل آه دكتور أديب آه تفضلت على البث المباشر دكتور اديب تفضل بالبدايه تحيه لضيفكم الكريم الاستاذ يوسف واحب اعلق بانه احد اهم اسباب التي تخلي السلطه معاداه المثقف هو انه هدفهم تشويه الهويه الثقافيه للعراق بصوره عامه جعل العراق جعل كانه الامور كلها تنصب بالنواحي الطائفيه والدينيه اللي هي اشاعه الافكار الدينيه والطائفيه اللي هي بالحقيقة أساس لحكم هذه الجماعات بالنهاية اللي راح تصير المجتمع حيصاب بنوع من الكآبة واليأس والمخرج الوحيد من هذه الكآبة واليأس هو المثقف دور الكاتب دور الموسيقار دور الفنان لأن هذه هي النافذة الوحيدة اللي ممكن أن يطل من العراق على التقدم اللي يصير بالعالم لا ننسى بأنه ستوبسكي قال مرة انه اللي ينقذ العالم من القبح هو الفنان انعدام الفن يعني انه استسلمنا للقباحه استسلمنا للياس استسلمنا لنوع من المعاناه اللي ما ممكن تكون الا نهايه بسبب تسلط الافكار الطائفيه اللي تؤدي بالنهايه الى نوع من الانحدار الثقافي والاخلاقي وانتشار الفساد ونوع من الياس اللي راح يصيد عامه الناس ولهذا انا احب احيي المبادره اللي تفضل بها الاخ يوسف وما يقدمه من انتاج اللي راح يكون إلى دور كبير في رفض الحياه الثقافيه بالعراق وتزويد المثقف العراقي بماده ممكن ان تستخدم لنسج حياه ثقافيه جديده وهذا الواقع المشوه هو ممكن يدوم لانه الحياه ممكن تكون التشويه هو الطابع العام للحياه هذا هو نقيض ال نقيض الحياه الفكريه اللي ممكن تكون بها العراق لانه يعني ما العراق ما مر عليه فتره مثل هالفتره هذه ولهذا ما ممكن ان تستمر وشكرا جزيلا لسماع الاتصال بكم شكرا, شكرا لك دكتور اديب <applause> آه، عندك تعليق آه، علي يوسف لا انا متفق معاه تماما فعلا وفقط دارت اضيف اقول احنا آه عدنا ثقه بالمستقبل و... واحنا نكتب يعني نكتب ونعمل من اجل المستقبل ربما لن نرى ولكن لدينا ثقه بهذا المستقبل لابد ان ياتي يوما ولهذا نواصل العمل من اجل كسر هذا الظلام اللي يحاولون ان يحيطون به المواطن العراقي او شعبنا العراقي يحاولون تشويه هويته الثقافيه من اجل ان تجي اجيال قادمه حتى لا تمر بهي المراحل المظلمه اللي مرينا بها. انا رح اراويك مشهد لمستقبل من الممكن ان نطل عليه شويه. مشاهدينا الكرام عندنا هذا الفيديو لفتاة في عمر الزهور حضرت إلى مهرجان الأحد الماضي في حدائق أبو نواس الفتاة اسمها روان وكانت حاضرة في مهرجان أنا عراقي إذا أنا أقرأ خلونا نشاهد سوية حتى فعلا أجاوب الضيفنا العزيز نتأمل أن نشوف هذا المستقبل وأن لا يكون بعيد علينا مشاهدة ونعود لكم مشاهدينا الكرام. يا جماعة يا كان اكو فيلسوف يوناني اسمه ديوجين. وانا ما فيلسوف، فيزيكيا. اتمنى. كان اكو فيلسوف يوناني اسمه ديوجين. هذا كان بالصباح الباكر يحمل فانوس. يعني الدنيا الصبح ويحمل كونس ويفتر بالمدينه مالته، فيسألوا الناس اليمن تدور يا ديوجين يقول لهم ابحث عن الحقيقه، احنا اليوم احنا هذا الفريق الجميل مجموعه من الشباب المثقفين، اول ما بداوا هذا المشروع اكتشفنا الحقيقه، وصراحة اكتشفناها انه هذا الوطن ما محتاج واحد يبكي ويلطم علي

شكرا لروان على هذه الكلمات الجميله مشاهدينا الكرام نشأت كان عندك شيء لي لا انا حقيقه مره اخرى اعزائي المشاهدين ضيفنا الكريم واخر روايه الى كوابيس هلسنكي طبعا روايه من بأجواءها الجميله والسرد الرائع بها حقيقه احنا ما نريد حتى نخلي متعه للمشاهد انه ان يستمتع بقراءته، بس نحاول نتحاور ويا ضيفنا وناخذ جزء عن طريقه كتابه الروايه او ما يش ما يهم هذا الروايه. اخي يوسف بالروايه اكو على لسان الراوي بنت وزوجه وطبعا ما يشبه انا هكذا خيل لي انه وكانه رساله سياسيه تحب توصل او تعبر عن صوت صاحب الـ 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 الراوي انه ضد هذا التطرف اللي موجود وهي طبعا فكره رائعه لانه فكره انسانيه وتحتضنها وهذا اللي يعمل به البشريه كلها. انا حتى ما اخلي بي مجال الشوق للمشاهده انه يستمتع بالقراءه بس احب بس اخذ رايك بهذا الموضوع. حسيت انه الجانب الايجابي اللي هو الشيخ هو الرجل المتدين اللي يكره الاضواء ويكره السلطه ويكره الصحف لكنه رجل يعني مستقيم وبس صوته ما مسموع البنت اللي هو الجيل الجديد اللي هو المفروض بالتاكيد هي والدة في مجتمع متحضر فتاخذ رسالتها الانسانية من هاي البيئة هذا الصوتين يعني ما مسموعه يعني ما 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 وصل صوتهم او ما قدرنا ما قدرنا القارئ نوصل له الفكره انه هذول ليش ناس ما مسموعه صوتهم يعني ما قدرنا نوصل للقارئ او حقيقه شلون قدرنا نعرف قدرنا لنا فكره انه ما وصلت فكره هذا الصوت هو صوت الحق وصوت ال ال يعني الصوت الصحيح انه للقارئ واضحه الفكره يعني قصدي نعم أي. الروايه كوابيس السنكي هي صدرت 2011 في خريف 2011 عن دار المدى رواية تتناول موضوع التطرف الديني والسياسي من خلال منالوج عراقي إنسان عراقي يعيش في مدينة هلسنكي ويمتاز ب بي بها فكره فانتازيه يمتاز بحاله غريبه هو انه يستشف الحقائق بالاحلام بالاحلام يعني ويتوصل الى معلومات من خلال هذه الفكره الفانتازيه حاولت ان انثر كثير من الوقائع من اجل ان اقدم رساله فكريه الى جانب رساله سياسيه رساله فكريه ضد التطرف الديني والسياسي رساله فكريه ضد الحرب الصوت الطاغي الان عندنا احنا اذا كان على الصعيد السياسي في العالم العربي وفي اوروبا هو صوت القوى اليمينيه الحاكمه البرجوازيه المسيطره وضايع صوت الطبقات المسحوقه الكادحه ضايع صوت الحق صوت التاريخ اللي يذكر الحقائق من هذا الباب الرواية حاولت أن تقدم صورة متناظرة مع الواقع فهناك صوت طبعا الرواية لا تحمل أسماء يعني ونهاياتها مفتوحة لا يوجد نهايات بها فهناك مثلا صوت المتحدث زوجة المتحدث بنته شيخ الجليل هكذا اسمه يدي بالرواية أنا حاولت أن أقدم صوت التاريخ صوت الحق على لسان هذا صوت الشيخ هو موجود محذر يقدم صوته بشكل واضح ولكن ليس له التاثير الفاعل في احداث الروايه لان الواقع كذلك مغيب صوت صحيح. الحق من هذا الباب وصوت الطاغي صوت الارهابيين هو ولذلك صوت المتطرفين السياسيين هو اللي ياخذ مساحه في احداث الروايه بصيغه من التناظر مع الواقع الموجود ولكن الامل موجود من خلال بنت الشخص المتحدث من خلال طرحها كشخصيه قويه واثقه من خلال طرحها كون تؤشر اشارات واضحه الى كونها ستكون بعيد عن كل ما هذا يجري. طيب يوسف بس استميحك عذرا عندنا الاخ غريب تفضل لو تتصل من جديد اكون ممتن لك كلش اسف للاخ غريب تكمل ولا لان اكو عندي تفضل تفضل في كتاباتك وعلى لسان مازن لطيف في لقاء معاك يقول انت تطرح او تعري كل ما هو معيق لحريه الانسان وانت تحاول ان ترسم او تقدم شخصيه الانسان الذي لا ينهزم رغم تحطمه وحتى صوره المراه العراقيه اللي انت تقدمها تقدمها امراه شجاعه وامراه قويه تاكيد امام ما تعيش الجاليات العراقيه بالمهجر ويمكن هو هذا همنا الكبير الوطن اصبحت صورته واضحه لكن اكو عندك اليوم جاليات عراقيه موجوده في كثير من دول العالم. ما هو المصير اللي ينتظر هذه الجاليات؟ يعني اذا كان الشعار اتحاد الطلبة العام بالجمهوريه العراقيه كان التفوق العلمي والعوده للوطن. اليوم كانه الوطن اكو بيباب يطلعك بس ما يدخلك وهذه الجاليات يوم بعد يوم تزيد كيف و... ننظر يوسف الى هذه الجاليات هو للاسف الشديد يعني احنا يعني في ظل نظام صدام حسين تحول الوطن الى وطن طارد لابنائه نعم بسبب وضع السياسي اللي صار انه مع سقوط النظام صدام حسين وهو للاسف لم يتم بطريقة أنا شخصيا راضي عنها لأنهم لم تتم عن طريق الشعب العراقي أو انتفاضة أو ثورة وإنما تمت عن طريق احتلال هذا خلى الشعب العراقي يدفع رسوم هذا الاحتلال بأنه جات حكومات برضا المحتل رسم خارطتها ما أزالت العوائق اللي سببت طرد المو أبناء الوطن أنا بالنسبة لي مرات لما يقولون علي كاتب مهاجر أشعر يعني بعدم الراحة. أعتبر نفسي كاتب منفي. لأن أنا غادرت العراق إلى مرغم. المنفى في زمن صدام حسين مرغم. والآن أنا مرغم على البقاء بالمنفى. رغم عندي كل الرغبة الكاملة لأن أعود إلى بلدي. عشرات المثقفين العراقيين وعشرات المهندسين والأطباء اللي هم الكوادر والكوادر العلمية والمواطنين العاديين اللي عندهم الرغبة الكاملة أن يعودوا إلى وطنهم ويعيشون هناك و... 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 ولكن يجب ازاله العوائق اللي تمنع رجوعهم توفر الامان لا هذا ال... هذا الكلام العمل أي توفر هاد... توفر الكرامه تو... توفر يعني الفرصه للعيش الكريم كل هاي وظروف اخرى وعوامل عوامل اخرى كثيره انت لحد الان لم تنجح الحكومات المتعاقبه الان من بعد سقوط صد... نظام صدام حسين على توفير الامكانيه لعوده ملايين العراقيين او لان عندنا هنا ملايين عراقيين الان مهاجرين هسه هم عندهم ملايين داخل العراق مهجرين وما قادرين، انا اللي هسه اللي يهمني اللي يهمني هي هذه الجاليات نعم انت ترسم صوره المواطن العراقي القوي وترسم صوره المراه العراقيه القويه نعم طيب نعم هو, هو هذا اذا اذا تسمح لي يعني هو هذا آه بالنسبة لي انا يمكن هذا في مقابله ذكرها مع الاخ العزيز مازن لطيف صديقي العزيز هو هذا رد فعل على هذا الواقع المزري الاجتماعي العراقي ما تعرض له على سبيل المثال ما تعرض للمراه العراقيه من اجحاف بحقوقها من هدر لحقوقها من اهانه لكرامتها كان واجبي ان اقول كلمتي في الوقوف الى جانبها ولذلك حاولت في قصصي انا ارسم لها صوره المراه القويه نعم. فعل لانه هو هذا الواقع واحنا نعرف انه المراه المراه بغض العراقيه او غيرها حينما تمنح الفرصه لان تقدم لان تعطي تستطيع ان تقدم الكثير صح البلدان الاوروبيه نجحت ببناء مجتمعات متحضره لانه انطوا الفضاء الكامل للمراه ان تلعب دورها ببناء المجتمع نعم. من هذا الباب من هذا الباب ولذلك المجتمعات العراقية الآن الموجودة يعني الجاليات العراقية الموجودة في 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 المنفى في المهاجر للأسف يعني أيضاً تعاني إشكالياتها المو قليلة اللي كثير من الأمراض اللي يعاني من عندها المجتمع العراقي انتقلت انتقلت لهنا الطائفية والتخندق الحزبي والطائفية بحيث أنه احنا في فنلندا وأنا جاي من فنلندا لمدة أكثر من سنة مجموعة من الشباب بادروا والناس المخلصين لمحاوله تاسيس مجلس للجاليه العراقيه. فشلوا في هذا المسعى بسبب هذا التخندق الطائفي والاثني اللي يعيق هذا العمل والنشاط. مه مه مه. طيب عندكم أه... حركه ثقافيه يعني انت في سيرتك في سيرتك الذاتيه أه... تكتب للعراق وتكتب للعراقيين. نعم. تنشر بالعراق وتنشر ايضا في فنلندا نعم وانت تنتمي ايضا الى اتحاد الكتاب الفنلنديين انا عضو بالهيئه الاداريه بالهيئه الاداريه وفي اكثر من مناسبه الصحافه الفنلنديه كرمتك نعم وثمنت عملك نعم لا بل يمكن انت نجم هناك شكرا نجم يعني صحيح حتى اسمر على عيني لكنه نجم بنتاجك وعطائك ودورك سؤال لك اخ يوسف. في الجاليات العراقية اللي موجودة احنا نعيش حالة من الانفصام، حالة انتماء للعراق وحياة في هذه الاوطان الجديدة. ما هو موقفنا ان كنا كاباء من اولادنا، هل تتصور نبقي هذا الجدار موجود بان احنا عراقيين واحنا حضارتنا واحنا فلان واحنا فلان ام انت ترى بان هؤلاء الناس ان نمنح لهم او هذا الجيل الجديد ان يمنح فرصه للاستفاده من الامكانيات اللي موجوده في هذا البلد يعني اذا نتحدث عن امريكا نتحدث عن كندا اكو حركه مسرحيه اكو حركه شعريه اكو حركه ثقافيه اكو حركه غنائيه ما المانع لابناء هذه الجاليات ان يوجهوا من قبل عوائلهم للانغمار والاستفاده من هذا العطاء الانساني بدل لانه على الاقل هذا الوطن اليوم الحدود مالته يعني مقفله ما تقدر انت تروح وتعيش هناك والى اخره ما المانع؟ ام هل تتصور هذا سيؤدي الى الخساره؟ أنا دائماً يعني أتحدث عن هذا الموضوع من خلال عملي ونشاطي يعني وحتى حينما يتم استضافتي ببعض التجمعات سواء كانت يعني بالعراق أو ببعض البلدان تجمعات الجاليات العراقية في بعض الدول أقول إنه للأسف الجاليات العراقية لا يزال نشاطها يعني لنفسها. يعني أنت منغلقة تقدم منغلقة وتقدم نشاطك لنفسك ما تقدم نشاطك للآخر. لان انت عندك فرصه الان ان تستفاد من الاخر وانا اقصد بالاخر يعني الاوروبي طبعا انت عايشين بهاي البلدان عايش وياه، انت تستفاد من عنده، انت عندك جيل جديد الان، جيل ثاني وثالث نولد هنا وتربى هنا وعاش هنا، بامكانه ان يستفاد من هاي الامكانيات هاي الحضاره ويستطيع ان يقدم الى بلد العراقي قدم له بشكل مباشر او غير مباشر. زين؟ للاسف للاسف احنا انا قلت قبل شويه احنا غياب الاطر، الاطارات اللي تلم المثقفين. بنفس الوقت ايضا غياب الاطارات اللي تلم ابناء الجاليه هنا وهناك اللي ان تساهم في في نقل هذه التجربه وهذه الخبره من هذه المجتمعات الى بلدنا، احنا بصراحه بحاجه الى الكثير من العمل على صعيد الجاليات العراقيه من اجل ان تكون عندنا تجارب ناجحه نستطيع من خلالها ليس قضيه نقل التضامن وحده فقط مع قضيه سياسيه او قضيه اجتماعيه، لا احنا هنا من اذا نريد نفكر باعاده البناء المجتمع العراقي علينا ان نحاول ان ننقل تجربه هذه البلدان كيف استطاعت ان تبني وطنها فنلندا اكثر من مره تحدثت عن تجربه فنلندا فنلندا بلد طلع من الحرب العالميه الثانيه بلد محطم فنلندا رفضوا يدخلون مشروع ماريشال لاعاده بناء اوروبا بنوا نفسهم بقواهم الذاتيه ولكن قاموا بخطوات جباره سياسه تعليم شامله وحريه ديمقراطيه سياسيه، اصلاحات اقتصاديه كامله، حقوق المراه كامله، بحيث انه خلال خمسين سنه صارت واحده من الدول البارزه بالعالم تكنولوجيا الناس. وصناعيا. طيب آه ويانا متصل آه الاخ ابو سلام تفضل على البث المباشر. الو تفضل ابو سلام. مرحبا عيوني. عيوني. يا هلا بيك. شلون شكرا كمال شلون شكرا عزيزي الله يخليك. مشيت شلونك عيني شلونك الله يخليك حبيبي الله يشكرك ليش تضحك كمان لا انا ده ابتسم يعني يعني شفتني شفتني مغندج ليش تضحك عيني كمان ليش تضحك عندي سؤال للضيف الكريم تفضل تفضل عيوني الضيف الكريم كاتب واديب وشاعر ومؤلف وكلهم عنده لكن هذه الكتابات شلون توصل للناس الاميين اللي مثلي ما يعرفون يقرون؟ انا اعرف هسه الكتابات مالته والكتب مالته يقرونها المثقفين لكن شلون باستطاعته يوصلها للناس الاميين بالعراق وغير العراق من العرب شلون يقدر يوصلها؟ وتحياتي إليك والى والاستاذ نشأت وشكرا تسلم تسلم ابو سلام شكرا, شكرا. لازم تجاوبه باكر اهلا وسهلا بك تفضل زورنا أه لا هو أمسية. هو بتكساس بتكساس اوكي صورته بديترويت يعني هو طبعا بالتاكيد هاي هذا احنا حكينا عن اطر الثقافيه اطر المنظمات الاجتماعيه الثقافيه اللي توصل او تكون سبب ل للرابط ما بين المثقف وما بين المتلقي فسواء ندوات ثقافيه او احاديث تلفزيونيه مثل هاي او يعني مساهم بنشاطات فأتمنى في يوم ما توفر لنا الفرصة ونزوركم في تكساس ونحكي وجه لوجه وقعد أحكي لك ساعات أخي يوسف بالعراق صارت هجرة بعد الحرب العالمية الحرب الخليج الأولى وكثرت بعد الوضع التايرس صار بالعراق وضمن هذا الهجرة طبعاً في الجاليات مثل ما حضرتك تعرف وانت هناك مثقفين والمثقفين وجاليات عراقيه كبرت في دول الأوروبية وامريكا انا سؤالي حتى اكون كلش بسيط وياك ما هي العلاقه بين مثقفي الداخل والخارج والله نعم. هذا السؤال انا شخصيا كتبت عنه كثير يعني بحيث حتى يمكن احد الاصدقاء اقترح عليه انا اجمع مجمل كتابات على الموضوع سوين كتاب او كتيب لان عنه كثير انا بصراحه جدا يعني اتنرفز من هذا مصطلح مثقفين الخارج مثقفين الداخل واعتبره هذا فصل قسري مقصود لمحاول زرع شتات او فرقه ما بين المثقفين المثقف العراقي المخلص للثقافه العراقيه سواء كان باي مكان هو يعني نتاجه يصب في هذا النهر العريض الجاري نعم آه، النهر هذا النهر إلى سواقي كثيره آه، الثقافه الثقافه القوميات والاقل يعني التكوينات القوميه والثقافه الكرديه والسريانية والاشوريه او المثقفين اللي عايشين خارج الوطن وانا ما اميل لكلمه الخارج كمان يعرف دائما احاربها يعني لا لا اكيد هو يعني خارج الوطن او داخل الوطن كلهم يصبون في هذا النهر آه ولكن بالتأكيد هناك فوارق يعني موضوعية يعني المثقف اللي عايش مثلي في فنلندا يكتب بكامل الحرية يقدر أن يكتب يخوض بأي موضوع بإمكانه أن يحصل على أي مصدر أن حتى يطلع ويقرأ غير المثقف اللي عايش في بغداد واللي يعاني من الضيم كهرباء الكهرباء والوضع الأمني والتابوات المفروض عليه من هذا ذاك بالتأكيد أكو هناك فروقات يعني بالوضع ولكن في المحصلة نهر الثقافة العراقية اللي حاولت النظام الدكتاتوري أن يضب يذب يخلي في هذا النهر الكثير من الأوساخ وكثير من المعوقات لجريانه الآن دورنا أن ننظفه مع بعض سواء كنا خارج الوطن أو داخل الوطن من خلال الإخلاص لمسيرة هذا النهر ونهر الثقافة اللي يصب ودائما يجري للأمام ونتمنى أن يبقى دائماً دائم الجريان طيب آه واضح رأيك. ويا سؤال نشأت نعم وحتى ويا سؤال آه العزيز أبو سلام أنت في خلال زياراتك للعراق نعم هل التقيت بناس تتابع كتاباتك وكيف أنت تتلمس متابعة العراقيين للكتابات للناس اللي موجودين برا نعم. يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار يعني اليوم أصبح العالم كما يقال قرية صغيرة يعني اليوم أنت تقدر تحكي ويا بغداد وتحكي ويا الصين وتحكي ويا دولة باليوتيوب والعفو بال بالفيسبوك وما فيسبوك هذا يعني ما هل تتصور أكو هذا التواصل وتواصل موجود لأنه الآن يعني وسائل الاتصال كثرت نعم يعني عندك الفضائيات الآن تدخل كل بيت. مه. عندك الإنترنت ورغم مشاكل الكهرباء داخل العراق إذا نحكي العراق، ولكن الآن يعني الإنترنت متوفر في كثير من الجامعات، مقاهي الإنترنت للشباب، وفي بعض البيوت. وأنا على سبيل المثال الآن عندي صلات مع مثقفين العراقيين داخل العراق كثيرة. من خلال هذه وسائل الاتصال. مه. لانه انت عندك كثره المواقع الالكترونيه صحيح اللي تنشر بها كتاباتك اه فاكو يعني كثره الصحف الموجوده بالعراق والاذاعات الموجوده فهذا بالتاكيد هناك نوع من التواصل يصير يبقى عليك نوعيه القارئ هناك بعض القراء اللي يتابعون كتاباتك الصحفيه القراء اللي يبحثون عن كتبك يقروها يبقى حسب اهتماماته نعم طيب اه احنا نعود حتى نكمل اه هذه الماده مشاهدينا الكرام نتوقف مع الاعلان ونعود لكم بعد لحظات ابقوا ويانا رجاء المشاهدين أن انتشار كلمة الرب من خلال الأرامية يحتاج إلى تدعيمك مكان الخدمة يمكنك المساهمة في دعم إنتاج الأرامية المتميز عن طريق زيارة موقع الأرامية www.abnsat.com أما إذا كنت من الساكنين في كندا يمكنك أيضاً كتابة شيك باسم GNTCA وإرساله على العنوان التالي P.O. بوكس 34085-446 Holland Trail أرورا L4G 76 كندا مع ملاحظة الكتابة في خانة المومو أي بي أن والرب يبارك حياتكم عودة لكم مشاهدينا الكرام ونحن بالجزء الاخير من هذا البرنامج ولقائنا مع ضيف برنامج اضواء على العراق السيد الكاتب والصحفي يوسف هداد يوسف ابو الفوز استاذ يوسف في يوميات هلسنكي هناك مشهد انت تطرحه حول شخوص هذه الروايه وكونهم من مجتمع شرقي رغم حياتهم في فنلندا هذه الدوله الاوروبيه المتميزه لكن هؤلاء الناس لم يستطيعوا ان يتكيفوا مع الحياه الفنلنديه وبالتالي اصبحوا ليس اسيري افكارهم اللي جابوها من اوطانهم انما اصبحوا ضحيه ل جزء كبير من هاي الأفكار اللي جابوها. هذا يقودني إلى لما نتحدث حول الثقافة في جالياتنا العراقية حول اندماجها مع المجتمعات الجديدة، حول تقبلها لما هو جديد في هذه المجتمعات. هل ترى تناقض في أوضاع الجاليات العراقية وموقفها المتقوقع مع مستقبلها في هذه الأوطان يعني الناس اللي إجت إلى هذه البلاد على علمي على أقل تقدير يعني بالسنين اللي أنا مقضيها بهاي البلاد جاية ونوي ما أجت لهاي البلاد وقالت إحنا رح نبقى خمس سنوات ونشيل شوالاتنا ونرجع جايين لهنا وباقين لهنا وهسه لو عندهم فرصة كل قرايبهم اللي موجودين برا أن يجيبوهم لهنا يجيبوهم مع أننا نتحدث عن الوطن الجديد. لكن هذا الوطن الجديد كيف هذول الناس راح يعيشون به وشنو مستقبلهم؟ وهل نحن نتحدث عن قنابل موقوتة أم نتحدث عن جاليات منفتحة؟ جاليات ستضيف لهذه الأوطان الشيء الجيد. في عام 2010 صدرت لي رواية تحت القطب. روايه صدرت عن دار موكرياني باربيل آه هاي الروايه احد محاورها الاساسيه هو تاثير الحياه الاوروبيه على الاسره العراقيه المهاجره وفي هذه الروايه ايضا هناك محور مثل ما تفضلت نعم. للحديث عن اوضاع الجاليات العراقيه بحكم كوني انا ابن هذه الجاليات ومعايش لمشاكلها للاسف ما تفضلت فيه جدا صحيح انه الجاليات العراقيه منغلقة على بعضها وحتى نشاطاتها اللي تقوم بها هي لنفسها ماكو تفاعل مع الآخر لا في يوم ما كانت هناك ندوة في السفارة العراقية في فنلندا أنا كنت أحد المتحدثين وأثناء حديثي طالبت بضرورة العمل من أجل الاندماج مع المجتمع العايشين به صدالي أحد الأخوة وهو من ناشطين بين الجالية يقول لي فك أخي من كلمة الاندماج، لأنه ما فاهم كلمة الاندماج ويصور كلمة الاندماج وكأنما هي الذوبان الذوبان والانصهار داخل المجتمع. مه. فهي هاي المشكلة أنت ما في فهم المصطلحات هم لازم ياخذون حبوب ضد الذوبان وضد الاندماج وضد كل هاي المسائل ويبقون يعني آه احنا طبعاً أعزائي المشاهدين عوضاً عن ال... نعم تفضل لا, لا لا اقصد انه اعتذر عن حالتك الصحيه يعني انا جدا إيه؟ تعبان يعني ولهذا انا احب آه اي بالتاكيد آه وانت صرت الان بين كماشتين نعم. <applause> بيني وبين كمال المهم آه الفضائيات الان في العراق آه على يعني على كثرتها والصحف والاذاعات وال وبعدين المثقف اللي يعين من قبل الطائفه هذا الدخيل على الساحه العراقيه هذا المشهد المضبب يعني انفتاح الحريه الحريه الاعلاميه على يعني على مداها وبنفس الوقت التخندق الطائفي ضمن هذا الجو. برايك هل هو يخدم المسيره او الاساس اللي نحب ننشد احنا كناس مثقفين للديمقراطيه في العراق تحديدا ايش يعني؟ يعني هاي هذا الانفتاح بالاعلام والصحافه والفضائيات في العراق يعني هاي الفلتان لا هو اي شيء يعني أي شي يخدم قصدي اي شيء اذا لم يكن موجه بالتاكيد يسبب شيء من الفوضى إيه هسه فوضى عندنا هو, مو هو, مو هو فوضى حقيقيه الان لانه يعني انت الان آه كل فضائيه هي آه تتكلم باسم الممول تبعها اللي يمولها إذا كانت فضائية من حزب طائفي فيتحدث باسم الطائفة ومشاكلة وهذا اللي يخلي أكثر يعني أكثر من عشرين فضائية تساهم في تهميش وعي المواطن بحكم كونها هي موجهة أو تصب في دوامة التضليل اللي حكينا عنه وهم متفقين من حيث لا يتفقون على تهميش دور المواطن وتضليله تضليل وعيه ضمن الممارسات اللي تقوم بها ضمن هذه الفوضى ولكن الشيء جي جيد انه هناك احنا مثل ما تحدثنا والاخ كمال هذا الفيديو الجميل هناك هناك اكو بقع مضيئه هناك جزر مضيئه داخل مجتمعنا العراقي هناك بعض الصحافه الملتزمه بمستقبل الوطن هناك بعض الاصوات المثقفه اللي مؤمنه بالمستقبل اللي تحاول ان تحاول ان تكسر هذا الجدران المظلمه اللي تحاول يحاولون ان يغلفون بها عقل المواطن العراقي من اجل جعله انه يؤمن بانه الايام القادمه يجب ان تكون افضل ويجب العمل من اجل هذه الايام. نتمنى احنا نتمنى انه المؤسسات العراقيه المعنيه منظمات المجتمع المدني تحديدا الان الفاعله على الساحه العراقيه ان تحاول أن ينشط عملها من أجل أن تساهم في وضع بديل موضوعي وبديل إنساني وبديل ديمقراطي عن هذه الفوضى اللي يعيشها المواطن العراقي واللي يعيش في وسطها المواطن العراقي أنا قصد أنه هسه المواطن العراقي الآن بالتأكيد الشغلة اللي تم الآن حاليا حصل وأنا أعنيها يهم الكهرباء قبل الثقافة فطالما صحيح آه جدا صحيح ولا تصور تتصور المثقف هنا هل صوته ينسمع لانه و و من اللي سمعه يعني قصدي طالما المواطن هم سيد الكهرباء يعني هاي نقطه يعني قصدي هاي الفوضى تخلق لو تتراجع اي بس لا تنسى اخنا انا انت متفائل لا لا تنسى لا, لا تنسى اخنا حتى الـ يعني الـ الكتب السماوية تقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان يعني الإنسان أيضا بحاجة إلى الأغنية بحاجة إلى الجريدة بحاجة إلى المشهد السينمائي وليس فقط بحاجة إلى الكهرباء و... يعني ك... كثير من ال من ال يعني سنوات طويلة مرت على المجتمع العراقي ما كانت الكهرباء صح. كثير من المدن والقصبات أنا واحد من الناس أنا عشت في منطقة لحد ال 74 ما كانت عندنا كهرباء أنا كملت دراسة الإعدادية على الفانوس ولكن ما منع ما, منعني هذا من اتواصل مع الثقافه واقرا كتب ايه. وقصدي قصدي صحيح عفو أنه عفو مو قصدي حاجات, ايه بالضبط. بالضبط. حاجات الانسان ايه الاساسيه حاجات الانسان الاساسيه يعني قصدي الكهرباء هناك شيء اهم من الكهرباء الامان هو مو أمان. بس الامان الاحساس بك... الانسان يحس بكرامته صحيح الانسان اذا بدون بدون ما يحس بكرامته ما يحس انه هو محترم من قبل دولته ما محصل على حقوقه كيف يستطيع ان يهتم بالثقافه وانا هذا ويستطيع وي... ان ينتج صحيح ويستطيع ان ينتج ولذلك هذه الفوضى اللي حكينا عنها وتفضلت حكيت عنها هي تحاول ان تخلي المواطن دائما مهمش دائما في دائره هذه الوعي الضئيله اللي ما تخليه ان يشوف الحقيقه حتى يقدر ينتفض ان يطالب بالتغيير. طيب انا اعود الى الى كتابك الاخير. نعم. بالرغم من كثير من النقاد اللي كتبوا عن كوابيس هلسنكي وما تفضلت به في بدايه البرنامج بان انت تركت النهايات مفتوحه نعم لكنك تتحدث عن مشهد لا يبتعد كثيرا عن الواقع اللي هو مشهد التطرف نعم وانت في كلامك تقول انت تدين التطرف بكل اشكاله نعم ان كان التطرف الفكري، التطرف الديني، التطرف الى هل تتنبا بشيء لجالياتنا اللي موجوده في اوروبا او للجاليات العربيه اللي موجوده في اوروبا؟ هل هناك شيء تشوفه انت قابل لان يحدث وانت تتحدث عن الخلايا النائمه؟ ام هناك مستقبل اخر ينتظر هذه الجاليات وهذه التجمعات السكانيه؟ يعني ضمن جوابي على سؤال لأن أخر. أنا اللي نعم. أستشف من هذا الكتاب في بعض الأحيان أكو هناك صور مرعبة وكأننا نعيش فعلا يعني أنت اليوم من تمشي ببغداد ما تعرف أنت يا سيارة اللي راح تنفجر حاطين بها لاصقة حاطين بها حارقة حاطين بها مدري شنو تمشي أنت ما تعرف أكو لغم أكو بس أنت لما تعيش بأوروبا وأمريكا إلى حد ما أنت تشعر بالأمان لكن هل هذا الأمان هو أمان حقيقي أم أمان كاذب بفعل وجود نعم. هؤلاء الذين نعم واضح <applause> أو أنا يعني ضمن حديثي مع العزيز نشأت تحدثت بأنه الكتاب ضمن رسالته يعني إدانة للتطرف الديني التطرف السياسي الكتاب أيضا يعني يحذر من أشياء كثيرة يعني العزيز علاء المفرشي الناقد السينمائي والكاتب كتب عن هذا الكتاب وقال انه هو محاوله في استشراف المستقبل لانه الكتاب مثلا يحاول ان يتخيل صوره لعمليات ارهابيه في عاصمه اوروبيه مثل هلسنكي وهي عاصمه امنه ولكن هذا حصل في كثير من العواصم الاوروبيه طبعا حصل في في مدريد في لندن نعم في حكم وجود هذه الخلايا الارهابيه ما هو الشيء اللي يمنع هذه الخلايا ان تنشط okay. في عاصمه مثل هلسنكي واذا الامان مهدد في هذا البلد الروايه مثلا تتحدث عن الانتفا... الاحداث اللي صارت في فرنسا في باريس في 2009 و2010 وتحذر من تكرارها بحكم كون عواملها موجوده موجوده لا تزال تحت الارض مه. اللي حصل انه بعد صدور الروايه في لندن حصلت هاي الاحداث مه. ولذلك الاخ علاء المفريتشي قال هي تستشرف المستقبل الروايه تتناول التطرف السياسي وسياده العنف في المجتمع الاوروبي واخذت حادثه حصلت في مدرسه اعداديه في هلسنكي حذرت من تكرارها وحصل في النرويج حينما هذا المتطرف, هذا المتطرف يعني. اخذ السلاح بفعل مشابه ف الروايه لم تاتي بشيء يعني خارق بقدر ما حاولت ان تقرا الواقع وهي محاوله من من عندي محاوله قراءه الواقع على ضوء انه هذه العوامل اذا لم يتم معاملتها مع معالجتها جذريا يعني قضايا التفاوت الاجتماعي، قضايا الفقر، قضايا البطاله، قضايا التطرف قضايا الانغلاق الجاليات الاجنبيه ومن ضمنها جالياتنا العربيه العراقيه على نفسها اذا لم يتم معالجتها ستبرز هذه المشاكل. ولذلك هي رساله تحذير لكل من يهمه ان, ان الناس يعيشون بامان وسلام سواء بالعراق او في اوروبا. وهي الروايه طبعا تتناول موضوعات الارهاب وعلاقته بالارهاب بالعراق لانه روايه تتخيل مجموعه تدعم العمل الارهابي بالعراق وتعمل في بلد اوروبي وتحاول تتابعهم وك يعني بصوره خياليه ولكن تطرح كثير من المعطيات الواقعيه اللي موجوده واللي انا استمديتها من تجربه العراق ومن خلال معايشتي لحياه المجتمعات الاوروبيه. نعم أه 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 الجنرال انا حقيقه راح اربط هذا الجنرال اللي <applause> هو عنده حجز جنسي صحيح؟ نعم ويستخدم حبوب المنشطة نعم. بس هو خارج وطن البيت هو سلطة نعم صح أنت تريد تقول أنه أحيانا السلطة بشكل عام لأنه إحنا مفهوم الشرق السلطة عبارة عن هيبة من البرة لكنه داخل منخورة هذا الفكرة يعني لا نعم. هو هذا شخصية الجنرال الأوروبي أنا الأوروبي اللي اللي يبدي يحقق ويا بطل الرواية أنا أوجدتها كمعادل للسياسة الأوروبية من خلال معالجتها لموضوعات الجاليات الأجنبية نظرتها لمعالجتها لموضوعات الخلايا النائمة وحاولت أن أنطي هذه الإحاءات الأخ نشأت صحيح جدا إشارتك حاولت أن أعطيها الإحاءات بأنه هي تعاني من العجز بشكل رمزي يعني عجز جنسي كرمز لعجزها من خلال ومن خلال المناقشات اللي أخذت حتى طابع فكري حاولت ان اخط سياستهم على لسان أه أه يعني شخصيه البطل مثلا أه أه السياسه الاوروبيه بشكل عام وهذه أه مقره من قبل يعني بوثائق منشوره أه لمعالجه التطرف الديني أه في الجماعات الاسلاميه وانا اسميها المتاسلمه بالروايه لمعالجتها حاولوا ان يستوردون لاجئين عراقيين مسلمين معتدلين <applause> وجابوهم باعتبارهم يكونون حاجز امام المتطرفين. اللي حصل انه الاسلاميين المعتدلين عراقيين او عرب بدوا ينقلون على نفسهم وقسم منهم بدوا صاروا حواضن لجماعات متطرفه فاذا احنا ما سوينا شيء جديد. فالروايه تحاول تخوض بهذا الاطار بانه انه المسؤوليه يتحملوها الجميع. السياسه الاوروبيه في معالجتها للمشاكل يعني مثلا قضيه الاندماج البطل الرواية بشكل صريح يتحدث ويقول يقول الاندماج وتعدد الثقافات لا يعني الدولمة والرقص الشرقي والكباب الاندماج وتعدد الثقافات يعني فرص عمل للجميع متوفرة مساواة فهو آآ آآ يعني يحمل رسائل ضمنية بالانتقاد لسياسات دول أوروبية في التعامل مع ملف الجاليات الأجنبية آآ آآ بعدنا بالروايه بالنسيج الروائي أه صفحة أربعين أه على لسان الوالد نعم no. الاب تقول يقول هو ان الفقر والعري لا شيء حين تكون لك زوجة طيبه no. كلام جميل no. لا غبار عليه ننتقل no. لصفحه 58 نفس no. الاب يقول سر الانسان هو ما يذهب معه الى القبر وما عداه هراء no. هذا الصوت اللي يجي من الجيل القبل no. هل هو تقول هو صوت حكمه يعني هم الاقبل الاقدم من عندنا رغم اميتهم بس يمتلكون حكمه بالضبط هو هو بالاضافه ما تفضلت يعني هو, هذا هو بالضبط ما تفضلت هو ايضا آه البطل الروايه دائما يستذكر والده هو كمعادل لارتباطه بهويته هويته الشرقيه يعني هو يريد يقول انه انا جاي ليس جاي من جاي من حضاره ايضا جاي من حضاره تحمل حكمه ولذلك صوت والده يتردد في باله يعني حتى الروايه تكاد تكون مبنية على وصية الوالد يقول لا تبصق في إناء طعامك ولذلك هو حينما يرى جماعات تحاول أن تخرب البلد يعتبرها هاي تبصق في إناء طعامك ولذلك حاول أن يحاربها بإسلوبه فهو معادل طيب. للحكمة اللي احنا من حضارتنا من تراثنا من تاريخنا فحاولت أن أقدمها على لسان الوالد اللي بين حين والآخر تجي وصايا في ذهن بطل الرواية بدي آه آه إيه بس فد ملاحظه حسنا. صغيره نعم. آه استاذ يوسف ماكو بلد بالعالم اكو بيه جاليات مثل امريكا بالحقيقه امريكا اساسا انبنت من الجاليات نعم في حديثك انت عن السياسه الاوروبيه مع الجاليات نعم هناك تمييز لان اوروبا مبنيه على اساس الدول القوميه نعم. امريكا وكندا واستراليا ما بنت على اساس الدول القوميه لانها تشكلت من هاي الشعوب اللي هاجرت الها هل تتصور انت في مخيلتك بان اوروبا تورطت لما فتحت المجال امام هذه الجاليات يعني انا اللي اريد اقوله اكو كثير من الجاليات اللي موجوده في امريكا انغمرت بالمجتمع الامريكي وما عادت يعني ما عدنا نقول ما عدنا نقول هاي الجالية الألمانية وهاي الجالية أمريكان العرش لكنه الجالية الوحيدة اللي هم يريدون أن يتسمون هم إما يقولون الجالية العربية أو الجالية المسلمة وهاي لحم حلال ومدري من هاي الشغلات هل تتصور هاي الدول تورطت لما فتحت لهم الباب لما كانوا مذلولين في اوطانهم ام هناك شيء ابدا آخر؟ انا لا اعتقد انه هاي الدول تورطت لان هاي السياسه مرسومه، سياسه مدروسه انا توفرت يعني أن يجيبون هذول الناس عندهم انا توفرت لي في سنه 1990 كنت في موسكو الاطلاع على دراسه تتحدث بها عن المفهوم اللي صار يعرف بالسياسه باوروبا العجوز نعم تعرف انه انت سنه 2000 و 2050 راح يكون اكثر من ثلث سكان فنلندا عمرهم بالثمانين مه. ولذلك الحل امام هذه الدول من اجل ان تنتج اجيال جديده شابه هو فتح المجال امام الهجره اي, بس فهم أي فهم يراهنون على الاجيال القادمه لا يراهنون علي وعليك مه. هذه الدول ضمن سياسات معينه تراهن على الاجيال القادمه ولذلك هم بحاجه الى هجرات متعدده من متعدده من اقوام عديده حتى يستطيعون ان يبنون مجتمع جديد يبنون عليه مجتمع متعدد الثقافات، مجتمع فتي نعم مجتمع مستطيع نعم. ان يواجه و... متجدد بالضبط نعم. فهو نشب. ابدا لغير متورطين ابدا بالعكس هذه دراسات مدروسه مستقبليه وهذا الفرق بيننا وبينهم <applause> أنا احتفظ برأيي. باقي لنا ثلاث دقائق إذا عندك شيء لا ما لأنه عندي سؤال بال آخر سؤال؟ آخر ما بس على السريع آه هذا التقطيع آه بين كل العنوان آه مقصود لأنه حتى آه هي عبارة عن لوحات لو آه تريد توصل للقارئ من خلال العنوان يعني كل <applause> آه أنا قبل أن أجاوب على هذا السؤال أريد أعتذر من المشاهدين لأنه أنا آه اليوم لزمتني الحساسيه بشكل يعني خربت كل البر... لا يعني كل البرستيج يعني تريد تقول كل دي... البرستيج ديترويت ما قعدت عليك يعني كل البرستيج المهم اي آه هو انا آه يعني آه كتبت الروايه صادف بانه انتهيت من آه اخراج فيلم وثائقي للتلفزيون الفنلندي وبديت اعمل بهذه الروايه لاحظت انه استعاره الشكل السينمائي خاصه انه الفيلم انا كتبت السيناريو واخرجته راح تكون اداه اللي تشويق لاحداث الفيلم ولذلك استفاديت من الشكل السينمائي بالتقطيع بالتقطيع ولا قطعت الى الى مشاهد مشاهد كانه مشاهد سينمائيه كانه مشاهد سينمائيه وبالاستفاده من الفلاش باك والعوده الى الماضي ووجود مثل ما يقولون صوره داخليه انسرت داخل المشاهد بحيث ان تعطي حيويه وتشويق للقارئ والى حد ما اعتقد وفقت بهذا بشهاده الاخوان اللي كتبوا عن الروايه وقروها وتابعوها اكيد اكيد واتمنى ان توفر الحصول على الروايه للمشاهدين الاعزاء آه انا بس احب ان اذكر المشاهدين يوم غد في مدينه ديترويت راح تكون اكو هناك امسيه يقيمها الاتحاد الديمقراطي العراقي للكاتب والصحفي الاعلامي يوسف هداد يوسف ابو الفوز ويوم الجم... يوم السبت راح تكون اكو ايضا امسيه للكاتب ايضا في مدينه تورنتو الكنديه اتمنى ان يكون اكو حضور واتمنى ان يكون تواجد امسيه الغد راح تكون في قاعه قصر راين الواقع على 14 مايل وراين رود نشد قبل لا اختم اريد منك كلام حتى اختم البحر. احنا طبعا نشكر الاستاذ يوسف ابو الفوز وطبعا حاضرين انه هذا الاقتحام الحساسيه بوقت مو مناسب بس هو اجاد حقيقه باجاباته مشكور على اجاباته وعلى استض... يعني جيته مع مشاركته البرنامج اعزائنا المشاهدين نلتقيكم الاسبوع القادم على الحب نلتقي وعلى المحبه نتواصل وختاما اترك الميكروفون مع الاستاذ يوسف الفوز تفضل انا جدا سعيد بوجودي معكم بهذا الحوار الجميل اللي مرت الوقت بدون ان ان ننتبه له واكرر اعتذاري من أخو المشاهدين لهذا العارض الصحي اللي ربما خرب البرستيج وخرب اخونا تعب اخونا المخرج بالصوت واتمنى ان دوام النجاح لهذا البرنامج انا المتابعين اليه باستمرار وبرنامج شيق واتمنى له التطور والاستمراريه وتحياتي وشكر الاخ كمال شكرا صاحب شكرا جزيلا لك استاذ يوسف انا اتمنى لك طيب الاقامه في هذا البلد مع زوجتك ومع عائلتها ومع اصدقائك وزملائك اللي موجودين هنا شكرا لك نشات والشكر الاكبر الى مشاهدي الفضائيه الاراميه شكرا جزيلا لكم ألقاكم يوم الخميس القادم الساعة الثامنة بتوقيت ديترويت تصبحون على خير يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير مع السلامة